طيب كابتن دحين ليش ما نخش بطولات؟ يعني احنا نسمع بطولات، يعني ناس كثير يخشوا بطولات. طيب شارك بطولات، انا ما حمسكك، عرفت؟ اذا انت تشوف ان البطولات يعني شيء كويس اخش بطوله، ما هو اقول لك شيء كويس ولا هو شيء بطال، ولكن طالما انك انت تسالني انت ليه ما تخش، انا بصراحه ما بوديك للتهلكه. وان تظن انه انا ما بوديك بسبب انك ضعيف، لا، التهلكه مو معناتها انك تهلك خصومك وانك انت قوي، لا، قد تضر خصمك، قد تسقط خصمك، قد تكسر خصمك او تكسر خصمك. طيب فكرت فيها، هل هتحس بانتصار لما تفوز على واحد وتجيب له اعاهه او اعاقه من بعدها تكون سبب في اصابته، وانت عارف او لا تعلم قد يكون عنده بنت صغيره، طفل صغير، ابن، ام يرعاها، تمام، يكون مسؤول عن عائله، وتكون انت سبب في اصابه هذا الشخص، وبعدين تفتخر برفع ميداليه او كاس، هتضر هذا؟ تظن انه هذا انتصار؟ اذا تشوف انه انا كلامي كبير او انه انا كلامي غير معقول، انا اتكلم عن نفسي، تمام؟ بالنسبه لي فنون القتال ليست لإيذاء الناس، او زي ما يقولوا فن قتال، فن قتال اي فن قتل، تمام؟ وانا ما امرن فن قتل ولا اشجع على القتل ابدا، امرن فن الدفاع عن النفس. لذلك ابغاك تتمرن حتى تدافع عن نفسك، ما تتمرن حتى تروح تقاتل غيرك، تمام؟ لان لما تبحث عن القتال ستقتل، واما قد ما قتلت ستقتل، تمام؟ فبالتالي في كل الحالتين، في كل الحالتين شيء ما هو طيب، اوكي؟ انا احس، انا كذا احس بفخر لما ارفع كاس يعني او ميداليه. تحس بفخر لما ترفع كاس او ميداليه، ايش رايك لو تحس بالفخر هذا لما تساعد انسان على اكل عيش، او تحس بفخر ارفع ميداليه وارفع كاس لما تتصدق، اوكي، او لما بتتبرع للمسكين ارفع كاس او ميداليه، اشتري اغلى كاس او ارخص كاس، تمام، وارفعه لانك تصدقت على انسان فقير، فهذا يحسب لك يوم الدين، اوكي. اما الميداليه والكاس اللي بتاخذها لو كانت اغلى شيء في الدنيا فهي رخيصه جدا، لانك لن تاخذها معك يوم الدين، تمام. فحاول تفعل شيء لاخرتك، هذا هو الانتصار وهذا هو الفخر وهذا هو الفن الحقيقي. لا تبحث عن القتال او المضاربات. اذا الناس عندنا احنا العرب للاسف الشديد يقولوا فن القتال، فن القتال، فن القتال، فن القتال، تمام، هم هناك ما اسمها فن القتال، اسمه فايتنج. فايتنج ليست قتال وانما مضاربه، فاهمني؟ مضاربه، عراك، مصارعه، اوكي، ليست قتال. احنا ادخلنا هذه الكلمه عندنا احنا العرب فن القتال. من متى اصبح القتل فن؟ اوكي، من متى اصبح فن؟ اذا كان فن القتال له فن فهو الى اخره، واذا انت تحس نفسك انك من هؤلاء الفئه فروح مارس شيء اخر غير فن القتال، لان فن القتال تعلم التهذيب والاتزان في الحياه ولا تعلم ايذاء الاخرين. طيب كابتن، انت كونك انك تلعب نينجا وتلعب كونغ فو، تشوف اي احسن يعني بحكم انك انت مارستهم؟ طيب اول شيء خلينا نرد على السؤال هذه بكلمه بسيطه لك ولكل اللي يشاهدون او كل اللي يتكلمون، انت ايش تلعب، انت ايش تلعب، انت ايش تلعب؟ اولا انا ما العب، تمام، هذا الشيء ما هو لعبه، هذه ممارسه، اوكي. كون حكايه انه انت ايش تلعب، هل شايف انه في يدي ريموت كنترول او يد وسوني بلاي ستيشن او هذه؟ لا، هذه ما هي لعبه. شايف يدي كوره، شايف يدي اداه تسليه؟ لا، انا امارس واجاهد واكافح لتطوير ذاتي، فهذا الشيء بالنسبه لي ليس لعب، اوكي، ليس لعب. لما اعرق واشقى وادمى وتنكسر عظامي في الاخير تقول لي انت ايش تلعب؟ عشان كذا اقول لك اسحب سؤالك، اوكي، وقل ماذا تمارس، اوكي. ايش امارس انا؟ امارس فن الحياه، ليس نينجا، ليس كونفو، ليس 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 تغدى، افطر، تعشى، صلي، تصدق، اتمرن بين فتره والثانيه، اجلس مع اصحابي قد ما اقدر، هذا اللي امارسه انا.
طيب كابتن، انا عندي سؤال كذا بسيط يعني تعقيب على كلامك اللي اول. يعني انت قلت اول انه يعني الواحد ما يخش بطولات وما يؤذي الناس، وانت اول عام في التسعينات دخلت بطوله. بطولات مو بطوله. ايوه. طيب اذا كنت بتحاسبني على الماضي فانا بعذرك، اوكي؟ لانه كل انسان يمر في مرحلة، وأساسا لو أنا كنت أعرف أو بالعقلية هذه زمان ما كان دخلت، أوكي؟ ولكن الإنسان يتعلم من تجاربه، يتعلم ويستفيد. صراحة صحيح يعني تقدر تقول إنه أنا مارست أكثر من أو دخلت أكثر من بطولة، ولكن لا أفتخر بها بغض النظر، مش انهزمت بس لا أفتخر بها. ليش؟ لأنه ما اشوف انه يعني تطلع من مستواي ابدا. قد خلي الناس ينظروا لي نظره انه انا بمستوى عالي، ولكن انا في هذا الشيء ما اقيس نفسي بصراحه. اذا بقيس نفسي بقيس نفسي بما انجزت وليس بمن ضربت او بمن هزمت، تمام؟ ايش خلينا نقول يعني يوم الدين تسال عن اربع خصال، اوكي؟ هل في شيء خامس تسال عنه كم شخص هزمت؟ كم بطوله فزت؟ لا، اوكي؟ اذا كان هذا الشيء موجود او حتسال عنه يوم الدين حشجعك اقول لك روح، ولا تخلي بطوله لا تدخل فيها، لا تخلي شخص لا تتضارب معه، اوكي؟ انا اتكلم هذا بحيث انه انا انصحك وانت حر، يعني ما اقول لك لا ابتعد عن البطولات، اوكي؟ تبي ترفع كاس، تبي ترفع ميداليه وتعلقها في البيت، جو، تمام؟ ولكن ان صار شيء في يوم من الايام افتكر كلامي، يقولني انا ذكرتك وانا نبهتك. إن فزت فلن تفوز سوى بمعدن، وإن هزمت تكسر نفسيا، أوكي؟ وإن فزت قد تؤذي غيرك، وإن هزمت قد تترك مجالك وتترك حياتك. تمتع بمرضيك. يعني كابتن أفهم من كلامك إنه البطولة ما هي مقياس لتحديد مستوى؟ يعني بغض النظر يعني أنا أذيت يعني شخص أو أنا تأذيت، يعني تحديد مستوى. بعضهم يقول يعني انا اخذت المركز الاول، اوكي. طيب اوكي، ليش تبغى تاخذ المركز الاول؟ خذ المركز الاول في المسجد، خلك باول صف، هذا هو المركز الاول، اوكي؟ انا ماني مطوع ولا اني متدين يعني بحيث اني اقول لك الكلام هذا، ولكن هذا الشيء اللي انا اسعى له، اوكي؟ واللي احاول قد ما اقدر انه انا اطبقه. طالما انك انت تسالني فهذا اجابتي، لكن لما تروح تسال شخص اخر قد يقول لك انه افعل وافعل وافعل وتمرن كل يوم وخذ الاول في جميع البطولات اوكي ما عندك مشكله، جو ذير، فهمتني؟ روح وسوي اللي تبغاه، ولكن انت سالتني انا اجبتك. انا من ناحيتي ما اشجع على البطولات رغم انها تافهه سهله، ليس غرورا وليس غطرسه وليس تكبرا، ولكن قد اهزم وقد افوز، وكل الحالتين ما تسوى عندي شيء، إن فزت أو خسرت ما تسوى عندي شيء، تمام؟ فعشان كذا اللي يسوى عندي شيء إنه أنا أحاول أفوز بالجنة قد ما أقدر، قد ما أقدر أفوز بالجنة، سواء بإني ابتعدت على البطولات أو إني مرنت غيري وساعدت غيري، بس تأكد إنه هذا ما هو طريقي، تمام؟ وإذا لا تحاسبني على إنه أنا شاركت بطولة وإلى آخر، هذه كلها أيام سوداء زي ما أنت تتكلم أو زي ما غيرك يتكلم إنه ما ينور يشرب بيرة، ما ينور في يده تاتو أو وشم، أوكي أنا في حياتي نقاط سوداء، تمام؟ وأحاول قد ما أقدر أزيلها قبل ما تصير بقعة سوداء كبيرة ما أقدر أتخطاها بعدين، طالما إنه أنا الحمد لله الله تاب عليا فتح عقلي فتحت عيوني، فأحاول قد ما أقدر إني أبعد عن الأمور هذه كليا. خليني أتمرن زي ما أنا، خليني أعرق، خليني أشقى، هذا الشيء يكفيني. إذا أنت تحس إنه أنت من الناس اللي حق بطولات، أوكي أنا صفق لك، تمام؟ أنت ومن معك روح، والله يوفقك بالتوفيق. شيء ثاني؟ لا.